أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتماما كبيرا لقضايا التنمية في القارة الإفريقية. وخلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا والمنعقدة في العاصمة السنغالية دكار، أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لرئاسة لجنة توجيه النباد على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025 من أجل تعزيز دورها والتعريف بأولويات التنمية في إفريقيا. أن أؤكد على تطلع مصر لرئاسة لجنة توجيه النباد على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 23 إلى فبراير 25 لتعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي للتعريف بأولويات التنمية في أفريقيا وسد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.